بيقطع الديل. ايوه اللي هو العكاوي. ياسين ادي الكوايع دي جنب الفول. شوف الجلد ده يلا. تمام. هو يشيل اهو الجلد بتاعه اهو. خلاص. بطلوا. اهو يا جماعه بصوا هي بطن اهي زي ما حضراتكم شايفين. نحط بقى بطنه. بسم الله. طب انا لو حبيت اشتري عجل مثلا اعرفه ازاي ان ده سمين من ان هو لحمه ان شاء الله احمر؟ يتعرف من ايه؟ من بطنه يعني؟ هنا هو هنا بس العفوة دي يعني ده سمين سن. بس ده احلى عشان ده عجل عرب. هو ده سمين عشان بس ايه يعني لحمه حلو عشان هو احنا عشان صعيده بنحب اللحمه الملبسه. انا بالهنا والشفا. ده الطرب ده. ده اللي هو المنجيل بقى اللي هو بقى بتاع العجل بقى بس ما شاء الله غير بقى بتاع بتاع الخروف بيبقى صغير. بصوا بقى المنديل بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله بتاع العجل. بسم الله ما شاء الله. لا هنا بقى ايه؟ بسم الله. كده هو قصه من الجنب النص. اهو. ده كده ايه اللي هو ده كده هيطلع بقى ايه اللي هو الممبار بقى؟ ده برضه بقيه المنديل. ده بقيه المنديل. دي حتة عصبان. دي حتة منبار. ايوه. ما شاء الله. بصوا وجه اللي هي المعدة بتاعت بتاعت العجل اهي. بسم الله وجه المنبار. والطحال اهو. بسم الله ما شاء الله. حضراتكم ده كده المنبار. بيسلك اللي هو المنبار اهو بيطلعه من البطن. بصوا حضراتكم اهو. بصوا ده ايه بقى؟ انت كده بقى هتنضفه ولا هتعمل ايه بقى؟ هو بصراحه بيبقى مشكله يعني احنا ما بنيجي ننضفه في البيت. انت بقى بتشيك. بصوا يا جماعه الطريقه اهي سهله. بصوا هو مجرد ان هو فتح حته في النص دخل الميه. اهو بصوا حضراتكم اهو وادي كل الفضلات اهي. بصوا بتنزل ازاي. ومجرد ان هو حط شويه ميه بس كده هو اتفتح في النص اهي وبدا بقى كده هو ايه يزق الفضلات. اهو
كلها. وكده ايه نضفه. وكده ايه خلصنا كده ايه الممبار من ايه من البطن والمنجيل والطحال. هنشوف بقى هو دلوقتي بقى بيطلع ايه. هي المثانة دي صح؟ دي المثانة؟ كده بقى ايه؟ ممكن اعرف بقى ايه؟ بسم الله. تصور. دي بقى ايه لو اسمها فم المعدة دوار. فم المعدة. دي كده ايه بقى اللي حضرتك طلعتها دي؟ برضو دي كلها اللي هي ايه بيقولوا ايه؟ دوارة. دي بقى اللي هي الكرشة. بصوا يا جماعة دي الكرشة اللي هي المعدة بقى. وده دي المرارة. دي المرارة. بص بقى دي كده اللي هي الكبدة بتاعت العيد ان شاء الله لا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى ازاي سبحان الله. بصوا بقى بيطلع اللي هي الرئة او الفشة الفشة والقلب والقلب وبيبقوا ايه موجودين مع بعض. يعني الكبده بتبقى موجوده يعني تقريبا لوحدها كده مع العلك في بطن العلك، لكن الفشه والقلب بيبقوا مع بعض. ان شاء الله. ايوه دي القلب اهو. ماجي اهو بينضفه. بعض في الميه. وادي بصوا بقى الفشه او اللي هو كده بقى اللي هي الرئتين بتوع العين. ما شاء الله. وبعد كده بقى ايه بيصرفوا. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا من جوه بقى مش ازاي وبدي خالص. بسم الله ما شاء الله. بصوا ماشي هي. بصوا بقى ادي دي بقى المعدة او اللي هي الكرشة عايزة بقى ايه ننضفها. ودي اللي هي خلاكم المعدة برضه ايه حضراتكم العجل. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله من الاول لاخر اهو ما شاء الله. ده عجل يا جماعة وسط 350 كيلو وزنه. حضراتكم الف مبروك. الله ينور ما شاء الله. يا جماعة بصوا انت كده بقى هتقسمه بقى ان شاء الله ولا ايه؟ شويه بس ان شاء الله. يعني انت استنى عليه شويه قد ايه بقى؟ على نص ساعه ساعه يعني هو على كده تمام. ان شاء الله. استنى يعني بقى بيتقسم بقى ازاي يعني كمان كده ربع اهو. كده بالنصين وده بيتشال وده الربع بيتشال وبعدين خلاص اربعه تمام. بس ايه ما ينفعش ان انت ايه دلوقتي لازم لازم الاول يشمع الاول ماشي. اتمنى ان هي حلقة النهاردة ان شاء الله تكون عجبت حضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. اهو ادي العجل اهو ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وادي كل الحاجات بتاعته وادي الراس بتاعته والكوارع بتاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.